السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الفقه الحنفي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في الفقه الحنفي. إن شاء الله النهاردة هنشرح باب الرضاع. بعد ما خلصنا باب النكاح بفضل الله سبحانه وتعالى وخدنا كل المواضيع اللي فيه، النهاردة هننتقل لباب سهل جدا ولذيذ وهو باب الرضاع. خد بالك إن هو كان كلمك عنه في المحرمات في النساء لما كنا بنتكلم في باب النكاح، واتكلم عن جزئية صغيرة كده. وده ليه؟ لأن هو خص باب كامل يتكلم فيه عن موضوع الرضاع، فما كترش في الكلام في باب النكاح بسبب إن هو عندك باب كامل بيتكلم بس عن الرضاع. تعال معايا بقى نشوف باب الرضاع بيقول إيه. تعال معايا في البداية، زي ما تعودنا في كل درس خدناه من دروس النكاح، ان بيكون عندي مقدمة للدرس اللي هو التعريف، الحكم، الدليل، وبعد كده بقى نبدأ نخش في صلب الموضوع. فتعال نبص مع بعض عن تعريف الرضاع. تعريف الرضاع، وبرضو زي ما تعودنا عندنا التعريف بيكون حاجتين، تعريف لغوي وتعريف شرعي. تعريف لغوي ده يعني في لغة العرب، الكلمة الرضاع في لغة العرب معناها ايه؟ قال لي كلمة واحدة بس اسمها المص، واكيد كلنا عارفين. طيب في الشرع بقى اللي هو المصطلح الفقهي، وده اللي انا عايزه يخصني، هو ايه معناه؟ قال لي والله مص لبن آدمي. مص ايه؟ لبن آدمي. ركز على كلمة آدمي، مش اي لبن، مش لبن بهاي، لا هو لبن ايه؟ آدمي. طيب بس كده؟ قال لي لا، في وقت مخصوص. الله، يعني مش في اي وقت الطفل الرضيع يرضع من المرضعه اقول له انت كده ايه، انت كده رضعت، لا في وقت معين مخصوص لو رضع فيه اسميه كده ان هو طفل رضيع ورضع. طب رضع بعده؟ لا انت كده ولا اي حاجه. يبقى انا عندي في التعريف الشرعي فهمت حاجتين او خدت بالي من حاجتين، ان اللبن ده لبن ادميه، وان بيكون في وقت ايه؟ مخصوص ومعين. طيب ممتاز جدا، تعال نبص على حكم الرضاع. حكمه ايه؟ هل هو حاجة مستحبة ولا حاجة مباحة؟ المرضعة ترضع الطفل ولا ما ترضعوش براحتها، ولا ده شيء واجب؟ قال لا والله، لا انا كان نفسي اقول لك ان هو مثلا مباح ولا حاجة غير كده، انما هو واجب، لازم على المرضعة ان ترضع الطفل الرضيع، ويجب على الام ان ترضع ولدها. لازم. ليه؟ علل. ليه؟ اقول له احياء للولد، الولد هيموت والله العظيم، يموت لو ما رضعش. لازم يرضع من هذا اللبن في هذا الوقت المخصوص عشان خاطر ايه؟ يعيش، يفضل حي. تمام. طيب ايه الدليل على كلامك ده يا مولانا؟ هل عندك دليل؟ نعم، ادله كثيره جدا. قال الله تبارك وتعالى من اشهر الادله، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اكيد كلنا حافظين ربع والوالدان. والوالدات يرضعن اولادهن، لو تلاحظ معايا ان كلمه يرضعن ده فعل مضارع، طب فين الامر في كده؟ طب ربنا امرنا بالرضاع فين؟ فين في الايه؟ فين الوجوب في الايه؟ قال لي والله هو عبر بالمضارع لكنه اراد الامر، اراد يقول لك ليرضعن اولادهن. اللام ده اهي لام الامر. اي والله اللام دي كده اسمها لام الامر، يعني يجب على الوالدات ان يرضعن اولادهن. سهل كده؟ كده الموضوع كده بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه. يبقى انا عندي الحكم الرضاع واجب. عرفت منين واجب؟ ان ربنا قال والوالدات يرضعن، عبر بالمضارع لكنه اراد الامر، يعني يقصد يقول لي ليرضعن، اللام دي لام الامر، يعني يجب على الوالدات ان يرضعن اولادهن. ممتاز جدا، دي مقدمه زي مقدمه اي درس احنا كنا بنعمله. ايه بقى الجديد؟ دخلني في صلب الموضوع. صلب الموضوع ده يا سيدي، تعالى معايا كده بص، المقدار الذي يثبت به التحريم، التحريم بالرضاع. انا عندي قصه كده لطيفه جميله لازم حضرتك تعرفها عشان تكون فاهم معايا الدرس وماشي معايا فيه. دلوقتي حضرتك انا عندي مرضعه وعندي طفل رضيع، انا مش بكلمك عن ام وابنها خالص، انسى القصه دي، لا لا لا، احنا بنتكلم عن مرضعه وطفل رضيع، هي مش امه في الحقيقه، مش هي اللي ولدته، امال ايه؟ ده هي اللي رضعته. خد بالك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أمه التي أنجبت حاجة والمرضعة التي أرضعت حاجة تانية، فهمت؟ وكان زمان كده مشهور جدا في الجاهلية وفي الإسلام إن كان في حاجة اسمها مرضعات،
بتقوم تاخد الطفل الرضيع ده ترضعه. بالتالي الطفل الرضيع ده مع المرضعة دي خد عيلة تانية، يعني العيلة اللي خلفته دي عيلة اسمها عيلة النسب، والعيلة اللي رضعته عيلة تانية اسمها عيلة الرضاعة. فهمت كده؟ احنا بقى بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن العيلة التانية اللي هي عيلة الرضاعة، عيلته من الرضاعة. تمام؟ فدلوقتي بيقول المقدار الذي يثبت به التحريم، يعني الطفل الرضيع ده يرضع من المرضعة قد ايه من اللبن عشان يبقى كده خد عيلة تانية اسمها عيلة الرضاعة، وتبقى المرضعة دي امه من الرضاعة، وجوزها يبقى ابوه من الرضاعة، ونشكل عيلتين حلوين كده اسمها عيلة الايه؟ عيلة الرضاعة. من ازاي؟ يعني باي مقدار؟ هل كتير؟ هل قليل؟ ولا ايه الدنيا؟ قال لي والله بسم الله ما شاء الله كده يثبت التحريم بقليل اللبن وكثير اللبن. شرب قليل اصبحت امه من الرضاعة، شرب كتير برضه هي امه من الرضاعة. طب ايه الدليل؟ قال لي والله الأدلة بقى كتير قوي، خد عندك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وحط جنبها كلمة مطلقة. خد بالك إن مطلقا دي مش من الآية، لا مش من الآية ولا حاجة، وإنما بيقول لك إن ربنا لما جه يتكلم عن الرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وما حددش مقدار معين في الرضاعة، يعني ما قالش وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لبنا قليلا ولا لبنا كثيرا، هل كده؟ ما قالش كده. فده إيه؟ عشان كده سابها مطلقة، وطالما أنها مطلقة يبقى التحريم يثبت بالإيه؟ بالقليل وبالكثير. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلام جميل أوي أوي أوي، بيقول لك إيه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شوف الكلام دي قاعدة، يعني هو حديث وقاعدة، هناخدها مع بعض كمان شوية. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله اللي يحرم بالنسب هيحرمه بالضبط الرضاع، يعني أمك اللي خلفتك وأبوك اللي كان سبب في خلفتك برضه وهكذا، ده اسمها إيه؟ عيلتك من النسب، محرمات عليك من النسب. كذلك في الرضاع، الأمك اللي بترضعك أمك ومحرمة عليك، ولادها إخواتك وهكذا، خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده بدون أن يفصل، من غير ما يخش في تفاصيل، من غير ما يقول لك يحرم من الرضاع بلبن كثير ما يحرم من النسب، قال كده؟ ولا قال لك بلبن قليل؟ ما تكلمش خالص، ما جابش سيرة. فطالما ما جابش سيرة في حاجة زي كده معناها إيه؟ يحرم من الرضاع بقليل وكثير اللبن ما يحرم من الإيه؟ من النسب. كذلك عندي كلام بقى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم برضو كلام جامد جدا، بص فصل الموضوع خالص والموضوع منتهي. قال لك ايه بقى؟ الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم. عايز يقول لك يعني الرضاع المحرم اللي يخلي المرضعة ام للطفل الرضيع هو ايه؟ عرفه كده، قال لي ما ينبت اللحم وينشز العظم، ينبت لك اللحم كده، يخلي اللحم يطلع كده والعظم يكوى، العظم ايه؟ ينشز يعني يقوي العظم. طيب قال لي والله قليل اللبن ده بيعمل كده. سبحان الله، يعني قليل اللبن لو شرب قليل من اللبن ينبت لحمه وينشز عظمه، ولو شرب الكثير نفس الموضوع. فإذا التحريم بيحصل بإيه؟ بالقليل وبالكثير. إيه رأيك في الموضوع؟ أكيد بسيط خالص. يبقى كده إذا عندي المقدار الذي يثبت به التحريم القليل والكثير، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، لو خدت منها واحد صح مليون في المية، خدت أكتر من كده أنت في المضمون وفي السليم. طيب تعالى مع بعض بقى هنشوف، يعني بص مناقشة عظيمة جدا جدا ما بين سيدنا الإمام أبو حنيفة وتلامذته الكرام. عندي مدة الرضاع التي يثبت بها التحريم، يعني المرضعة ترضع الطفل الرضيع ده في مدة قد إيه، والطفل الرضيع ده يرضع من المرضعة في مدة قد إيه، عشان أقدر أقول إن المرضعة دي أم الطفل الرضيع ده من الرضاعة، وكده بقى في عيلة تانية اسمها عيلته من الرضاعة. في مدة قد ايه نقدر نعمل الكلام ده؟ اختلفوا بقى، حصل خلاف ما بين الامام العظيم العالم العلامة وما بين تلامذته الكرام. ابو حنيفة قال لك رأي، وابو يوسف ومحمد قالوا رأي. ركز معايا بقى، شكل الكلام مكتوب ده خالص، ركز انت بس معايا. ابو حنيفة بيقول لي والله ان المدة 30 شهر. اوبا 30 ايه؟ 30 شهر. الموضوع عنده مختلف شويه.
خلاص. طيب وابو يوسف ومحمد قالوا لا ده المده 24 شهر. الفارق ما بينهم في الرايين كم قد ايه؟ كم شهر؟ 6 شهور. 6 شهور 24 من تقريبا 6 شهور. فمعنى كده ان ابو حنيفه بيقول لي ان الرضاع مدته سنتين ونص، وابو يوسف ومحمد بيقولوا قد ايه؟ سنتين بس. طيب يا ترى بقى الخلاف ده حصل ليه؟ ليه حصل الخلاف ده؟ اكيد في موضوع. قال لي والله الخلاف حصل بسبب ان الادله واحده. يا نهار ابيض، اه والله الادله واحده. هو ده استدل بادله والتانيين استدلوا بنفس الادله، طب فين الخلاف؟ قال لك اصل كل واحد فهم من ادله بمفهومه الخاص. ابو حنيفه فهم الادله بمفهوم، وابو يوسف ومحمد فهموا الادله بمفهوم. وخد بالك بقى ان اكثر اختلاف العلماء كان بسبب النقطه دي، اختلافهم في فهم الدليل. اه والله العظيم، تخيل معظم المسائل الفقهيه الخلافيه اللي عندنا في الفقه كله مبنيه على الموضوع ده، الدليل واحد بس اختلفوا فين؟ في فهمهم بس للدليل. فتعال نبص على نموذج من ضمن النماذج اللي معانا، ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد. الدليل بتاعهم ايه؟ بتاع الاثنين، بتكلم عن دليل الاثنين. قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ادي اول دليل. في دليل كمان، ايوه، وحمله وفصاله 30 شهرا. تعال بص ابو حنيفه ترجم الايتين دول ازاي، وشوف ابو يوسف محمد ترجمه برضو الايتين دول ازاي. ابو حنيفه مسك اول ايه، قال لك تعالى انا همسك في اول ايه اللي هي ايه، وحمله وفصاله 30 شهر. معناها ايه بقى يا مولانا؟ قال لي زي ما انت شايف كده، بيقول لك الحمل والفصال مدتهم 30 شهر. يعني الحمل مدته 30 شهر، والفصال اللي هو الرضاع، الفصال اللي هو الرضاع مدته هي كمان 30 شهر. فده 30 وده 30. فردوا عليه قالوا له: بس يا سيدنا الإمام، مين اللي قال ان المرأة تحمل في حمل 30 شهر؟ قال لهم: اهو بص بقى، هو ده اللي انا بتكلم فيه، هو ده بقى مشكلتكم في الفهم بقى، انتوا كده مش فاهميني بقى، لان كده في مشكله. طب ايه ده؟ فهمنا بالراحه بس، فهمنا. قال لك: انا ما اقصدش الحمل اللي هو الحمل في البطن. هم ليه؟ لا ده انا اقصد الحمل اللي على الاكف. يعني بيقول لك ان المرضعه لما بتيجي ترضع الولد بتشيله على كفها كده اهو وبترضعه، ومده قد ايه؟ مده 30 شهر. يعني كل ما تيجي ترضعه تعمل الحركه دي، تحطه على كفها وترضعه مده 30 شهر بتعمل كده. هو مقصد الحمل مش الحمل في البطن، ما تفهمنيش غلط. امال ايه؟ الحمل على الايه؟ على الاكف. طيب انا معاك، ادي الايه الاولى وعدت وفهمناها. طب والايه الثانيه يا مولانا؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، هنروح منها فين؟ قال لك: لا بقى انت برضو كده لسه مش فاهمني. طب فهمنا. قال لك: والله بص حضرتك، الايه دي بقى بالذات مش معانا في الموضوع اصلا، ده مش بتتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه خالص. وما بتتكلم عن ايه؟ قال لي: بتتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي قوي، بس مش في موضوعنا، بس لازم تعرفها. ايه بقى؟ قال لي ان انا عندي ان شاء الله هناخد بعد الباب ده باب الطلاق. باب الطلاق ده باب واسع جدا. فيه ايه بقى؟ فيه المطلقه البائن. المطلقه الايه؟ البائن. مين المطلقه البائن؟ بسرعه كده قبل ما اخش في الموضوع، المطلقه البائن هي المراه التي طلقت باحدى طريقين، يعني بطريق من الاثنين. اما جوزها قال لها لفظ كنايه، يعني مثلا قال لها ايه؟ انت بته، انت محرمه علي، اذهبي الى اهلك كده، دي اسمها الفاظ الكنايه. فدي كده المراه تطلق طلاق بائن، يعني ما ينفعش ترجع للزوج، ما فيش رجعه. اوبا، والله ما فيش رجعه خالص. اما الرجعه تحصل ازاي؟ يتجوزها من جديد، جواز من جديد، ماشي؟ ده لو كانت طلقه اولى او طلقه ثانيه، لو طلقه اولى او طلقه ثانيه. يعني لو هو قالها كده وكانت الطلقه دي هي الطلقه رقم واحد او الطلقه رقم اثنين، عشان ترجع له يتجوزها من جديد من غير ما تتجوز بزوج اخر، يتجوزها من جديد، يعمل عقد جواز جديد ومهر جديد وياخد رضاها، وكده يبقى ايه؟ رجعوا مع بعض. طيب المشكله فين بقى؟ في الطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ طلقها ثلاث طلقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبيسموها دي ايه؟ مطلقه بائن. مطلقه ايه؟ بائن. المطلقه البائن دي بقى كل قصتها ان هي مش زوجه. يعني لو في ولد
من هذا الزوج اللي طلقها طلاق بائن، هي مش زوجة، فتحولت إلى حاجة تانية بقى اللي هي مش زوجة إلى مرضعة، لازم يكون لها أجر إيه؟ أجر رضاعة. شفت بقى الموضوع مش إزاي؟ فالآية دي بتتكلم بس عن المرأة اللي طلقت طلاق بائن وتحولت من أم وزوجة إلى أم، لكنها ليست زوجة، بقت مرضعة وعايزة أجرة إيه؟ أجرة الرضاعة. وأجرة المرضعة مدتها قد إيه؟ يعني بتاخدها في مدة قد إيه؟ قال إن هي ترضع الولد 24 شهر، تاخد لها أجرة، يعني أجرتها على مدة رضاعة قد إيه؟ 24 شهر، سنتين بس. طب لو رضعت أكتر من كده 25 شهر، 26 شهر، 27 شهر، تاخد أجرة؟ لا، ما تاخدش أجرة على الزيادة. ما تاخدش أجرة على الزيادة فوق ال 24 شهر. فالآية دي كانت بتتكلم عن إن المطلقة طلاق بائن أرضعت الولد مدة 24 شهر لها أجرة رضاعة، وإن أرضعت أكثر من ذلك ليس لها أن تطالب بأجرة الإيه؟ بأجرة المدة الزيادة، ملهاش إن هي تطالب بأجرة المدة الزيادة. بس هي الآية بتتكلم عن الناس دي، مش بتتكلم عن الرضاعة خالص. ده وجهة نظر مين؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة. يبقى مختصر كلام أبو حنيفة إن هو في الآيتين اشتغل على آية واحدة بس، اللي هي وحمله وفصاله إيه؟ 30 شهرا. وقال لك إن الحمل مش معناه الحمل في البطن، وإنما الحمل على الأكف، أن المرأة تحمل الطفل الرضيع اللي هي المرضعة، يعني تحمل الطفل الرضيع 30 شهر ترضعه كده، كل ما تيجي ترضعه ترضعه وهي إيه؟ وهي شايلاه على كفها. خلاص. طيب أما الآية الثانية يا سيدنا بتاعت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، موقفنا منها ايه؟ قال لك لا، دي مش بتتكلم اصلا عن الرضاع وعن المرضعه، امال دي بتتكلم عن لو المراه التي طلقت طلاق بائن، احنا عرفناها يمين، هي اصلا ليست زوجه وانما هي اصبحت مرضعه، لها اجره رضاع، فلها اجره رضاع على مده 24 شهر، ترضع الولد 24 شهر تاخد اجره رضاع، لو رضعته اكتر من كده ليس لها اجره اكتر من كده، يعني ما لهاش اجره 26 شهر 27 شهر، ما لهاش اجره كده، هي لها اجره قد ايه؟ 24 بس. ده اللي كانت بتتكلم عنه الايه. خلاص تمام، ادي وجهه نظر ابو حنيفه، وعرفنا هو ليه قال 30 شهر. ابو يوسف ومحمد اللي قالوا لنا ان مده الرضاع 24 شهر بس، فجابوا الادله وصراحه استخدموها استخدام احترافي احترافي لا يقال عنه غير كده. وطبعا الاستخدام ده استخدمه سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برضو. قالوا ايه؟ قالوا بس يا باشا لحظة واحدة، الآية الأولى بتقول وحمله وفصاله اللي هو الرضاع 30 شهرا، والآية الثانية بتقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ايه المانع ان احنا نجمع الآيتين مع بعض؟ طيب نجمعهم ازاي؟ قالك مش هو بيقولك والفصال وفصاله يعني 30 شهر؟ اه. طب والفصال ده معناه ايه؟ الرضاع. طب والرضاع ده جاي في الايه بتاعت سوره البقره بتاعت والوالدات قد ايه مدته؟ 24 شهر. والحمل، لا الحمل ده حمل ايه؟ الحمل في البطن، معناه الحمل في البطن. طب والحمل في البطن مدته 30 شهر؟ قال لي لا، قال لي يا باشا حط مده الفصال اللي هي رضاع 24، يتبقى كام من مدة الثلاثين؟ يتبقى كام من الثلاثين شهر؟ يتبقى ست. ستة دي بقى هي أقل مدة للحمل. الله، بجد الله. تعالى تاني مع بعض عشان ممكن تكون انت ايه تهت منه. بيقول لك يا سيد انا عندي ايتين وحمله وفصاله ثلاثون ايه؟ ثلاثون شهر. الحمل والفصال مع بعض، الحمل والفصال مع بعض مدة واحدة بس، مدة ثلاثين شهر، يعني الحمل والفصال مع بعض مجموع الاثنين مدتهم واحدة 30 شهر. الفصال خدناه في آية تانية في سورة البقرة بتقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين ده يعني ايه؟ يعني 24 شهر. خلاص ادي عوض في الكلمة وفصاله وحط مكانها 24 شهر. طيب يساوي 30 شهرا. طيب ال 24 وعندي 30، يبقى ناقص قد ايه عشان نكمل ال 30؟ ناقص 6. ال 6 دي لمين؟ للحمل. طب هو في حد بيحمل في طفل 6 شهور؟ قال لي ايوه، ده اسمه اقل مده الحمل. اسمه ايه؟ اقل مده الحمل. الحادثه دي اصلا يعني كانت قصه حصلت في عهد سيدنا علي رضي الله عنه،
ان جت امرأة انجبت طفل بعد 6 شهور حمل، فطبعا اهلها اتجننوا، ازاي كده انت زانية؟ يا نهار يا جدعان والله، والبنت يا عيني خلاص هتموت، انا والله ما عملتش كده خالص وانا شريفة وعفيفة. فراحوا لمين؟ لسيدنا الامام علي رضي الله عنه. يا امام، المرأة دي يعني انجبت طفل بعد 6 شهور، طب ازاي؟ مش كده زانية؟ فسيدنا الامام علي رضي الله عنه قعد يبحث في كتاب الله سبحانه وتعالى لحد ما لقى الايه؟ الايتين دول، وجمع لهم الايتين وقال لهم لا، دي اقل مده الحمل اللي ممكن تحمل فيها المراه 6 شهور، هذه المراه ايه؟ ليست زانيه، وانما ده حمل طبيعي جدا. ففهمنا ان الكلام ده ان ابو يوسف ومحمد خدوا بهذه الوجهه وهذا الراي وهذا المفهوم من الايتين. طيب، عندي بقى يعني استفسار بسيط. بستفسر معاك والله، مش قصدي حاجة، احنا بنستفسر مع بعض. طب ايه اللي يحصل لو الطفل رضع بعد مضي المدة؟ يعني بعد ما انتهت المدة. لو على رأي ابو حنيفة رضع بعد 30 شهر، وعلى رأي ابو يوسف ومحمد الطفل رضع بعد 24 شهر، هل يثبت به الرضاع؟ اكيد بلا شك لا يثبت به الايه؟ لا يثبت به الرضاع، ملوش اي قيمة، ملوش اي اعتبار. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لا رضاع بعد الفصال، يعني لا حكم للرضاع، يعني لا حكم للرضاع بعد الفصال، وكأن شيئا لم يكن، كأن مفيش حاجة حصلت خالص. طيب، فبيسألني سؤال بيقول لي طب وهل يباح الإرضاع بعد المدة؟ هل ده مباح أصلا؟ إن الطفل ما بقاش طفل دلوقتي، واحد عنده 2 أو 2.5 سنين، مش صغير، ده بقى كبير خلاص، هل يجوز له ذلك؟ حصل خلاف. مش عندك الخلاف ده، يلا ريحنا، خدت اجازه. طيب تعال نخش على حاجه تانية بقى، حاجه اسمها الارضاع المحرم. ايه بقى الارضاع اللي بيحرم فعلا الطفل الرضيع على المرضعه دي ويخليها امه من الرضاعه؟ فعندي يعني حصل خلاف بسيط كده وسهل جدا. بيقول لك ان المحرم من الارضاع اللي بيحصل فين؟ في المده، سواء في المده دي كان الطفل الرضيع اتفطم او ما اتفطمش. طبيعي زي ما احنا عارفين، ودي حاجه يعني ايه عامه معروفه، ان احنا بنبدا ندرب الطفل ان هو بقى ايه ما يتعودش على الرضاعه، بقى عايزين بقى ناكله ونشربه كده من اكلنا اللي احنا بناكله، ومش عايزين يتعود على الرضاعه. ده ممكن تعمله بعد مضي سنه كامله بس من الرضاعه، يعني الطفل يرضع سنه كامله، وبعد السنه ابدا بقى عوده ان هو ايه ياكل من اكلك الطبيعي. طيب، واحنا بنعوده ان هو ياكل من اكلنا الطبيعي، جت واحده راحت مرضعه، واحده مش امه خالص، واحده من بره ثانيه، راحت ايه؟ راحت مرضعه، هل كده يحصل التحريم بالرضاع؟ ايوه، طالما ان هو فين؟ في المد، طالما احنا في المد على حسب الخلاف. يعني لو كان على ابو حنيفه يبقى طالما انت في ال 30 شهر، طالما انت لسه في ال 30 شهر كده حصل التحريم. على ابو يوسف محمد طالما انت لسه في ال 24 شهر كده حصل ايه؟ حصل التحريم. فطالما احنا في المد ده يبقى وقع التحريم، سواء الطفل ده اتفطم او ما اتفطمش. لكن كان عندنا صراحة رواية تانية عن ابو حنيفة، رواية تانية عند مين؟ عند ابو حنيفة، وقول مشهور جدا للامام اسمه الخصاف. سيدنا الامام الخصاف قال لك كلمتين سهلين خالص، كلمتين جمال جدا جدا جدا. بيقول لك ايه هو والرواية عن ابو حنيفة دي؟ بيقول والله لو الطفل وصل في مرحلة الفطام دي الى ان هو استغنى تماما عن الرضاع بالاكل الطبيعي بتاعنا، فلو رضع من مرضعة اجنبية، من واحدة جت رضعته، لا تأثير ولا اعتبار بالرضاع، وده ما يحرمش حتى لو كان في المد. شوف، حتى لو في المد ما يحرمش خالص، ما فيش تحريم بالرضاع في الجزئية دي، طالما ان الطفل استغنى استغناء كامل بالاكل بتاعنا الطبيعي عن الثدي وعن الرضاع. طيب لو لسه بقى في البدايه، لسه ما استغناش، يعني ياكل معانا شويه وبيرضع شويه، وجات المرضعه في نص الموضوع راحت هي كمان مرضعاه، العمل قال كده حصل ايه؟ حصل التحريم بالرضاع. يبقى وجهه نظر الامام الخصاف وروايه الامام ابو حنيفه بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله يا جماعه لو الطفل ما استغناش بالفطام عن اللبن، يعني لسه بياكل شويه من اكلها الطبيعي وبيرضع شويه، وجات مرضعه اجنبيه ارضعته، وقع التحريم بالرضاع، وطبعا طالما احنا لسه فين؟ في المده. طيب لو استغنى استغناء كامل بالفطام عن اللبن، يعني خلاص بياكل من اكلها الطبيعي ووصل لمرحله ان هو ما بيرضعش خالص،
مفيش رضاعه تماما، وجات مرضعه راحت مرضعاه، قال لي هذا لا تاثير به ولا اعتبار به ولا تثبت به الايه، ولا تثبت به الحرمه. خلاص زي ما انت شايف كده اهو، ان استغنى بالفطام عن اللبن ثم رضع في المده مفيش حرمه، لو لم يستغني يبقى ثبتت الحرمه. مساله سهله وبسيطه خالص اهي، لازم تكون انت برضك عندك ايه، عندك معلومه بيها. طيب تعالى معايا بقى لموضوع جميل جدا، بيقول لك ما يحرم بالرضاع. ايه ما يحرم بالرضاع؟ حاجه جميله خالص. دلوقتي احنا الحمد لله وكفى، وعرفنا ان الطفل الرضيع ده رضع من المرضعه دي، مش امه، دي ايه، دي مرضعه خلاص، ولسه ما اتفطمش. جميل جدا، والدنيا معاه زي الفل، هو لسه بيعمل ايه، بيرضع. يا ترى بقى ايه اللي بيحصل لما رضع من المرضعه دي؟ قال لي والله اللي بيحصل يا مولانا كالتالي، ان المرضعه دي هتبقى ام الطفل الرضيع ده من الرضاعه، ماشي دي وانا عارفها. قال لي واللي بعد كده ايه بقى، خد الكبير، لو ليها بنات يبقى اخوات الطفل الرضيع ده من الرضاع، لو ليها اخوات المرضعه ليها اخوات يبقى خالات الطفل الرضيع ده من الرضاع. تعالى لو شفت بقى زوج المرضعه ده اهو، اللي هو جه منه اللبن وكان بسببه ارضعت المرضعه الطفل الرضيع، يبقى ابو الطفل الرضيع ده من الرضاع، لو ليه اخوات يبقى عمات الطفل الرضيع ده من الرضاع، لو ليه بنات يبقى اخوات الطفل الرضيع ده لاب من الرضاع. يعني يا دكتور حضرتك تقصد ايه من الكلام ده؟ والله يا ابني اللي اقصده ان زي ما في النسب بالظبط زي ما في الرضاع، القاعده بتقول كده، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي القاعده بتقول كده. يعني شوف في النسب انت ايه، انت كواحد اهو نسبك مين، ابوك وامك صح كده، ولديك اخوات بنات او اخواتك من النسب، ولو ليك يعني ابوك ليه اخوات يبقى عماتك، امك ليها اخوات يبقى خالاتك صح، وعندك اخوالك لو في اخوه ذكور، وابوك لو ليه اخوه ذكور يبقى اعمامك صح كده، والجد والجده لام، والجد والجده لاب، عيله كامله مكمله. خدها وانقلها عند الطفل الرضيع، نفس اللي احنا بنقوله في النسب هو عند الايه، الطفل الرضيع. لكن تنبيه صغنن بس، ايه التنبيه؟ ان الكلام ده يخص مين يا مولانا؟ يخص الطفل اللي رضع بس، يخص الطفل اللي رضع بس. يعني لو الطفل اللي رضع ده اهو ليه اخ او اخت من النسب، الموضوع الرضاع ده ما ياثرش عليهم هم في حاجه، لا ينتقل امر الرضاع تماما الى الاصول اللي هو الاب والام والجد والجده، ولا الى الحواشي اللي هم اخوات الطفل الرضيع، اسمهم حواشي، بنسميهم كده حواشي، مش حواوشي، حواشي، حواشي اللي هم حواشي الايه، حواشي الطفل الرضيع اللي هم اخواته. لا ينتقل الحرمة ولا ينتقل امر الرضاع ليهم خالص، انما بخص بمين، بالطفل الرضيع ده واولاده واحفاده بعد كده خلاص. طيب عشان كده بيقول لك التعليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالضبط، الا استثناء. استثناء بسيط خالص، هو في الاصل خمس امور، كم امر؟ خمس امور، ولكن هنا ذكر لي اثنين ومش هكلمك غير عنهم، هما الاثنين دول بس، انما في الاصل هم خمس، ماليش علاقه بالخمس، انا لي علاقه في الاثنين اللي ذكرهم. بيقول لك ايه، الا اخت ابنه وام اخته، فلو طبقنا الاثنين دول من النسب يحرموا، لكن من الرضاع لا. ليه يا مولانا؟ تعال نفسرهم مع بعض. اخت ابنك انت، اخت ابني انا، اخت ابنك. طب اخت ابني دي تعالى من النسب، اخت ابني تبقى بالنسبه لي مين؟ بنتي. بنتك دي محرمه عليك من النسب؟ ايوه محرمه علي. طيب وممكن تبقى ايه كمان، اخت ابني تبقى بنتي بس من زوجه تانية، ما هي بنتك برضو محرمه عليك ولا مش محرمه عليك؟ محرمه علي. وبالنسبه للولد ده تبقى اخته ايه، اخته الابي، اخت الاب محرم عليه من الناس. والله من النسب صحيح، يا نهار ابيض. طيب لو من الرضاع بقى، من الرضاع اخت ابني من الرضاع، واحده مرضعه رضعت ابني وليها بنت، فالبنت دي تبقى مين، اخت ابني من الرضاعه، انا ايه علاقتي بالموضوع؟ ماليش علاقه، يبقى هي مش محرمه علي. يبقى تاني، اخت ابني من النسب محرمه علي، من الرضاعه مش محرمه علي. ليه؟ لان لو من النسب هتبقى بنتي، بحاله من الحالتين، اما تبقى بنتي مباشره، اما تبقى بنتي من زوجه تانية، يعني تبقى اخت الواد ده اخته لاب، اما تبقى اخته شقيقه، اما تبقى اخت الايه لاب، وفي كلتا الحالتين هي بنتي فهي محرمه عليا. طب ولو من الرضاع؟ لو من الرضاع
ماليش علاقه بيها، هي اخت الولد ده من الرضاعه بس، انما انا ماليش دعوه، انا مالي، ماليش علاقه. طيب وام اخته، ام اخت الطفل الرضيع ده لو من النسب، يبقى امه، اه والله امه محرمه عليه من النسب. واما تكون ايه، ام اخته لابوه، اخت الاب يعني زوجه تانية، يعني المراه دي تبقى مين، مرات ابوه. يا نهار ابيض، يبقى الام التانية دي تبقى مين، اسمها ايه، مرات ابوه، ومرات ابوه محرمه عليه. شفت بقى، من النسب ام اخته من النسب محرمه عليه، اما ان تكون امه واما ان تكون مرات ابوه، وفي الحالتين محرمه عليه من النسب. طب لو من الرضاع، اختي من النسب راحت رضعي من مرضعه، جميل جدا، المرضعه دي تبقى مين، تبقى امها من الرضاعه، انا مالي، هي رضعتني انا، ما رضعتنيش، هي امي انا مش امي، فهي مش محرمه عليا. يبقى من الرضاع ام اختي مش محرمه عليا، لكن من النسب محرمه عليا، لان هي ممكن تبقى امي الحقيقيه واما تبقى مرات ابويا، وكلتا الحالتين محرمه عليا من ايه، من النسب. اما في الرضاع فلا، مش محرمه عليا خالص. هو ده مختصر الاستثناء. سيبك بقى من الكلام الطويل العريض المجالس ده، وكده كده ما بتجيش في امتحانات ولا حاجه، بس انا فهمتك الاستثناء على مهل وعلى اناقه وشيخه كده. تعالى معايا بقى نشوف حبه مسائل بيسموها مسائل تطبيقيه على باب الرضاع اللي احنا قلنا ده كله. ايه ده، هو كل ده باب الرضاع؟ يا عم احنا خدنا حاجه اصلا، احنا خدنا حاجات لطيفة وظريفة بسيطة خالص. طيب فأول مسألة عندي من المسائل التطبيقية، بيقول لي والله إذا أرضعت المرأة صبية، واحدة مرضعة أرضعت طفلة، طفلة رضيعة، اديني بقى تفصيل العيلة الكاملة في الرضاعة. هو ده اللي يكلمك عن الكلام الكتير الطويل ده، هو اللي دخل في بعض ده، بيكلمك عن تفصيل العائلة من الرضاعة. والله بص، بسيطة خالص دلوقتي، المرضعة اللي أرضعت هذه الصبية تبقى أم، خلاص اسمها أم إيه؟ ام الصبيه من الرضاعة، ماشي الحمد لله. زوجها زي ما قلت لك اللي جه منه اللبن اللي كان بسببه الطفله الصغيره دي رضعت، يبقى ده ابوها من الرضاعة. الام بقى، تعالى امسك الام واحده واحده. الام لو ليها اخوات يبقى خالات الطفله الرضيعه من الرضاعة، ولو ليها اخوه ذكور يبقوا اخوال الطفله الرضيعه دي من الرضاعة. ننتقل للاب، نفس الموضوع عند الاب، عنده اخوه وعنده ايه، اخوات، اخوه ذكور واخوه بنات، فالذكور يبقى اعمام الطفله الرضيعه من الرضاعه، والاخوات يبقى عمات الطفله الرضيعه من الرضاعه. تعالى معايا تاني للام، لو ليها ام واب، بالنسبه للصبيه الطفله الرضيعه دي يبقوا ايه، يبقوا جدها وجدتها لام من الرضاعه. تعالى للاب، لو ليه ام واب هو كمان، يبقى الجد والجد لاب الطفلة المرضعة دي من الرضاعة. لو الأم دي ليها إيه؟ بنات وليها أولاد، الأولاد والبنات إخوات الطفلة الرضيعة من الرضاعة. لو الأب ليه بنات وليه أولاد، يبقى كلهم على بعض كده إخوات الطفلة الرضيعة لأب من الرضاعة. نفس ما هو في النسب يا شباب هو في الرضاعة بالظبط، ده مختصر الكلام المفيد، إلا الاستثناءين اللي أنا قلت لك عليهم من شوية. طيب تعالى بيقول لك إذا رضع صبيان من ثدي امرأة، ولدين ما أعرفهمش خالص، هي واحدة مرضعة بترضع بس ورضعوا منها، يبقى دول حكمهم ايه؟ قال لي والله حكمهم ان هما الاثنين اخوين، هما الاثنين ايه، اخوين كده بقى، وكانوا جايين من اماكن مختلفة وام واب مختلفين خالص، وبقوا عند هذه المرضعة اخين. ليه؟ الام واحدة، ده التعليل الوحيد، قال لك لان امهما واحده، الام واحده. فلو كان بنتين، يعني لو كانوا صبيتين بنتين ورضعوا عند هذه المرضعه الام دي، يبقى لا يجوز الجمع بينهما لان هما اختين في الرضاعه. شفت الكلام؟ الايه اللي كانت بتقول وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، يعني الجمع بين الاختين حرام، هو كلمه مطلقه، يعني الاختين الاشقاء او الاختين لاب او الاختين لام او الاختين من الرضاعه كمان، تخيل يحرم الجمع بينهما. يبقى تاني بسرعة، لو رضع صبيان أو صبيتين أو إيه، صبيتين يعني ذكور أو إناث من ثدي امرأة مرضعة. الفكرة كلها زي ما قلت لك كده، إن أنا عندي الصبيين دول جايين من كل واحد من عيلة مختلفة ما نعرفهمش، جم عند المرضعة ده بقى هم الاثنين إخوان، لو كانوا ذكور يبقى أخين، لو كانوا إناث يبقى أختين، ولا يجوز الجمع بينهما. ماشي، لماذا؟ علل. لأن الأم واحدة، المرضعة واحد، الأم إيه؟ واحد، سهلة دي. لو كان لرجل زوجتان ولدتا منه، هما الاثنين بسم الله ما شاء الله خلفوا منه، ثم أرضعت كل واحدة صغير الأخرى، يبقى إيه اللي يحصل؟ إيه الحكم؟ قال لي والله ولا أي حاجة، عايزك تركز معايا في حاجة كده هنا بسيطة خالص خالص خالص.
بيقول لك ولدتا منه ايا كان، يعني ولدتا منه صبيين او ولدتا منه صبيتين، الحكم واحد. لماذا؟ لان الاب واحد زي ما انت شايف كده، ده هو واحد متجوز اتنين، واحد بس، فهو الاب كده كده ايه مشترك، فصار بينهم نسب اصلا قبل حوار الرضاع ده، يعني صار بينهما نسب. فلو اخين يبقوا اخين لاب، طب ولو اختين يبقوا اختين لاب. لو جينا حتى في الجمع بينهم في الزواج، لا يجوز الجمع بينهما، لان دول ينطبق عليهم الايه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فهمت كده؟ طيب لو اجتمعا صبيين صبيتين على لبن شاه، ما خدنا في التعريف قلنا ايه؟ نص لبن آدمية، آدمية. طب أنا هنا بكلمك عن لبن شاه، على طول أنت مغمض تقول لي يا باشا لا رضاعة بينهما، والله كان نفسي أقول بس مفيش. ليه؟ مفيش أم أصلاً، مفيش مرضعة، تنفع المرضعة تكون شاه؟ لا والله، فمفيش مرضعة. لو كان في مرضعة أقول لك إن ممكن يكون في حاجة، لكن مفيش مرضعة. قال لك لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين إيه؟ وبين الأم اللي هي الشاه، الشاه مش أم. لو كان مكان الشاه مرضعة كنت اقول لك اه ثبتت الحرمه بينه وبين المرضعه، ومنها تنتقل من المرضعه للايه لغيرها، انما اصلا ما فيش مرضعه، فبالتالي لا تثبت الحرمه بينه وبين هذه الشاه حتى تنتقل للاخ، لان الموضوع في الاصل ايه؟ ان الاول بتثبت الحرمه بينه وبين مين؟ بين المرضعه، هي مرضعه وطفل رضيع، في حرمه بينهم، هذه الحرمه بتنتقل بقى بعد كده لحد تاني. فلو كان معاه واحد تاني خلاص يبقى ايه اخوه من الرضاع، انما هنا ما فيش اصلا ايه، ما عندناش مرضعه، ده شاه مفيش مرضعه، فما فيش حرمه حصلت اصلا عشان تنتقل للاخر. طيب تعال نتكلم عن نقطه ثانيه خالص، جزئيه جميله برضو ولذيذه ولطيفه. بيقول لك موضوع اختلاط اللبن بغيره من الاجناس، يعني لو اختلط اللبن بحاجه ثانيه غيره، سواء كان اختلط بحاجه ليست من جنس اللبن او اختلط باللبن نفسه لجنس اللبن نفسه. فتعال اول حاجة، المسألة الاولى بتقول لي لو اختلط اللبن بغير جنسه، يعني بغير جنس اللبن، زي المية، لبن اختلط بمية، لبن مين ده يا باشا؟ لبن المرضعة، يعني هو جبنا لبن المرضعة دلوقتي وضفنا عليها مية عشان نكتر اللبن، ايه الحكم؟ او حطينا عليه دهن، دهنة، او حطينا عليه نبيذ، او حطينا عليه دواء، او لبن بهايم، هل ده يكون لبن يحرم بالرضاع؟ يعني لبن ده لو نزل من مرضعة وضفنا عليه حاجة، هل لو شرب الطفل الرضيع ده هو المرضعة ده هي تبقى محرمة عليه ونعمل علة تانية اسمها تحريم بالرضاع، ولا ايه الدنيا؟ قال لي والله الحكم للغالب. يعني ايه؟ يعني لو كان الاكثر لبن المرضعة فيبقى حصل التحريم، لو كان الاكثر المية اللي زودناها على اللبن يبقى اللبن ده باظ، فسد مفعوله. لو كان الاكثر الدهن ولا النبيذ ولا الدواء ولا لبن البهائم هم ده كان الاكثر من اللبن بتاع المرضعة، اللبن راح ايه؟ راح مفعول. فهي قاعدة برضو حطها لك لذيذة جدا في موضوع اختلاط اللبن بغير جنسه من الاجناس. القاعدة بتقول لي شوف انه الاكثر، لو كان الاكثر لبن المرضعة يبقى ثبت التحريم بيه، لو كان الاكثر الجنس الاخر اللي زاد على لبن المرضعة زي المية والدواء والدهن والنبيذ والكلام ده كله يبقى ايه؟ لبن المرضعة فسد مفعوله ومش هيأثر ولا يحرم. قاعدة احفظها وخد بالك منها، هنستخدمها فيما بعد كمان شوية. قال لي والله بص مسألة تانية جميلة برضه، يقول لك ايه؟ لو اختلط اللبن بقى بجنسه، بأن اختلط لبن امرأتين مرضعتين، مرضعة ومرضعة، وحطنا اللبن بتاعهم الاثنين مع بعض، الحوت هيبقى الولد ده ابن انهي واحدة فيهم؟ ابن المرضعة الأولى ولا ابن المرضعة الثانية ولا ايه الدنيا؟ ده انتوا كده لخبطتوا الدنيا خالص. حصل خلاف. القاعدة دي عشان نستخدمها حصل خلاف والله. ايه الخلاف بقى؟ أول حاجة محمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر قال لك والله تثبت الحرمة بهما، بلبن المرأتين. تثبت الحرمة ويتحقق الرضاع بلبن المرأتين. طب ليه؟ قال لي والله أصل بص دلوقتي، وأنا لو جبت الشيء، يعني أنا مثلا يعني جبنا لبن اللي هو العادي بتاع البهائم ده، لبن بنشربه جميل، وحطيت عليه لبن بهيمة تانية هيبوظه؟ هيأثر فيه؟ قال لي لا، ده بالعكس هيزوده، وهيزوده قوة. قال لي بالظبط كده
هو ده كمان اللي بيحصل في لبن المرضعتين. لما ضفنا لبن مرضعة على لبن مرضعة تانية ما بوظوش ولا حاجة، وأثره ما راحش، بل زاد إيه؟ زاد قوة، فثبت به التحريك. شفت الكلام الجميل ده؟ ده كلام محمد وزفر، بيقول لك إيه؟ أن الشيء لا يصير مستهلكا بجنسه. يعني إيه مستهلكا؟ يعني مش هيبوظ، الشيء مش هيبوظ لو زودت عليه جنسه، بل يتقوى به، ده هيبقى أقوى كمان به. لماذا؟ وكل واحد منهما، كل لبن من لبن المرضعتين سبب لإنبات اللحم وإنفاذ العظم المانع. فبالتالي لبن المرأتين دول اللي هم المرضعتين يثبت بهما الايه؟ التحريم. طيب أبو حنيفة بقى وأبو يوسف قالوا لا، القاعدة بقى نحط القاعدة ونطبقها، الحكم للغالب. يعني إن غلب لبن المرضعة الأولى على لبن المرضعة الثانية فيبقى الحرمة ثبتت لمين؟ للمرضعة الأولى. لو غلب لبن المرضعة الثانية على لبن المرضعة الأولى يبقى الحرمة ثبتت لمين؟ للمرضعة الثانية. هذا الكلام الجميل وتطبيق القاعدة. طب أنا منين دلوقتي أعرف اللبن ده بتاع المرضعة الأولى ولا المرضعة الثانية؟ قال لك هذا معلوم عند العرف بقى، الطرق الموجودة في كل زمن تتجدد وتتغير، نقدر نعرف منها لبن أنهي واحدة فيه. خلاص. طيب إيه التعليل بتاعه؟ قال لي والله أصل بص، بكل بساطة لو أنا عندي دلوقتي لبن مثلا المرضعة الأولى ولتكن أم محمد، سميها كده أم محمد، وعندنا أم مصطفى، ماشي؟ لو جه لأم محمد اللبن بتاعها كان قليل، وام مصطفى اللبن بتاعها كان كتير، الكتير يعمل ايه في القليل؟ هياكله، هياكله. وفي الاخر الاكثر حاجه تبقى مشهوره واكثر حاجه هتاثر هو مين؟ لبن الكتير اللي هو كان لبن ام مصطفى. فالفكره كلها عندي ان اللبن القليل بتاع ام محمد اسمه المغلوب، واللبن الكتير بتاع ام مصطفى اسمه الغالب. مين اللي ياثر، الغالب ولا المغلوب؟ قال الغالب، يبقى لبن ام مصطفى هو اللي هياثر لان هو الغالب والمغلوب مش هيقدر عليه. وهو ده معنى الكلام ابو حنيفه وابو يوسف، بيقول لك ايه؟ قال لك اصل منفعه المغلوب لا تظهر في مقابله الغالب، اللبن القليل مش هيظهر ابدا اثره في وسط اللبن الكتير. هيقول لك ايه؟ شعرايه في كوم قش. فاكرين المثال ده؟ شعرايه في كوم قش، هتشوف الشعرايه في الكوم القش ده تفهم. فعايز اقول لك كده ان اللبن القليل هيعمل ايه وهيروح فين؟ في اللبن الكتير. انا مثلا جبت كوبايه ميه ورحت بيها على نهر ورميت الميه في النهر، المية انت جبتها من الكوبايه هتاثر ايه في النهر ده؟ ولا اي حاجه، النهر هياكلها اصلا. ليه؟ النهر ما شاء الله ميته كتيره، وانت جايب لي حبه ميه قد كده تحطهم وتقول لي هيبان ولا مش هيبان، هياثروا ولا مش هياثروا. فهو نفس الفكره كده بالظبط. عشان كده بيقول لك ايه؟ فان قليل الماء، هستشهد بالمثال اللي بقول لك عليه، ان قليل الماء اذا وقع في البحر ايه اللي يحصل؟ لا يبقى لاجزائه منفعه، مش هتشوفه اصلا ولا هياثر ولا هيبقى ليه اي لازمه واي قيمه لكثره التفرق، لان بمجرد ما ينزل الميه هيطير بحر، تشوف منه اي حاجه بسبب كثره ماء الايه؟ ماء البحر. واذا فاتت المنفعه بسبب الغلبه، بسبب ان في حاجه ثانيه اقوى منها بكثير، فان الحكم يكون للايه؟ يكون للغالب. فزي ما فهمتك ان اللبن القليل لا يؤثر ولا يظهر اي قيمه ليه ولا اي منفعه في مقابله اللبن الكتير. عشان كده قلنا نطبق القاعده، الحكم للايه؟ للغالب. طيب كل الكلام ده واحنا عمالين نقول لو اختلط اللبن بسائل من السوائل، مره قلنا ميه ومره قلنا بلبن زيه ومره قلنا لبن شاه ومره قلنا حاجات كده مختلفه، المهم ان هي كلها ايه؟ سوائل. انما دلوقتي عايز اكلمك عن لو اختلط اللبن باكل، بطعام، ايه العمل؟ حصل خلاف طرد مولانا. ابو حنيفه خد راي وابو يوسف محمد خد راي. ابو حنيفه بيقول لا حكم لها وان غلب، يعني لا حكم للبن حتى لو كان هو الاكثر من الطعام. ليه بس كده يا سيدنا؟ يعني انت خالفت القاعده وده مش من عوايدك يعني؟ خالف القاعده ليه؟ هنعرف دلوقتي، بس تعال نشوف راي ابو يوسف محمد وبعد كده نعرف بقى ايه كل واحد قال كده ليه. ابو يوسف محمد بيقول لك ان غلب تعلق به التحريم، معنى الكلام ايه؟ ان ابو يوسف محمد استخدموا القاعده الحكم للغالب. لو كان هو اللبن اكتر من الطعام يبقى اللبن ايه؟ اثر وحصلت به الحرمه. طب كان اللبن اقل من الطعام والطعام كان اكتر، يبقى كده مفيش ايه؟ مفيش تاثير للبن وليس هناك حرمه. طيب ماشي، عايزين نعرف بقى برضو ايه اوجه النظر؟ ليه يا ابو حنيفه خالفت القاعده وده مش من عوايدك؟ وليه ابو يوسف محمد استخدموا القاعده؟ ابو حنيفه بيقول لي ان الطعام اذا دخل على اللبن سلب قوته. لو اللبن اختلط بالطعام، المادة الفعالة بتاعة اللبن اللي كانت بتأثر وكانت بتنفع خلاص راحت، المادة الفعالة والطعام
سلب من اللبن كل قوته ولا يكتفي الصبي بشربه، الصبي مش هيكتفي وقتها بشرب اللبن ده اللي هو اصلا هيكون ايه منفعته خلاص راحت، المادة الفعالة بتاعته ما بقتش موجودة، فأكيد هيعمل ايه الطفل الصبي ده بقى؟ هيعمل ايه؟ هيتغذى بالطعام، هيتغذى بالطعام لأن يبقى قوته وتغذيه مش هيكون عن طريق اللبن وإنما هيكون عن طريق الايه؟ الطعام. فمين اللي هيبقى أنبت اللحم وأنشز العظم في الحتة دي بقى أو في الحالة دي؟ أبو حنيفة بيقول لي إن الطعام هو اللي يعمل كده مش اللبن. ليه؟ لأن القوة الفعالة أو المادة الفعالة بتاعت اللبن بح راحت بسبب ان الطعام دخل عليه فافسد الماده الفعاله بتاعته، واللي يحصل بيه انبات اللحم وانشاز العظم هو هيكون ايه؟ هيكون الطعام لانه الاصل. وكان اللبن تبعا، يعني اللبن هيجي ايه؟ هيجي وراه، هيجي بعده، مش هيكون ايه؟ مش هيكون له اثر، بخلاف الدواء لانه يقوي اللبن ويزيد في قوته. يعني لو اختلط لبن بدواء مش هيخلي المادة الفعالة بتاعت اللبن تروح، بل بالعكس هتقويه، هتقوي المادة الفعالة بتاعت اللبن. إنما لو اختلط لبن بطعام المادة الفعالة بتاعت اللبن هتكون صفر، هتروح خالص ومش هيبقى لها أي أثر. ومين بقى اللي هيأدي الأثر ده وهيأدي المنفعة دي؟ الطعام. عشان كده قالك لا حكم لللبن وإن غلب، حتى لو كان اللبن أكثر من الطعام برضو نفس الموضوع، القاعدة واحدة أو الفكرة واحدة. طيب أما أبو يوسف ومحمد قالوا إيه؟ قالوا نفس مفهوم القاعدة اللي فاتت في الحكم للغالب، المغلوب مش هيكون لي أثر في مقابلة الغالب، الطعام لو كان قليل مش هيأثر في مقابلة اللبن اللي هيكون مفعوله قوي، فلو كان اللبن أكثر المادة الفعالة هتكون موجودة بقوتها وهيأثر في التحريم ويؤدي إيه؟ ويؤدي إلى إنبات اللحم وإنشاز العظم، هو ده اللي احنا عايزينه. انما لو الطعام قليل مش هيأثر في مقابلة هذا اللبن الغالب. طيب حكم الارضاع بلبن المرأة بعد موتها. طيب لو المرأة ميتة واخدنا منها اللبن ورضعنا به الطفل الرضيع، هل يثبت به التحريم ولا مش هيأثر بسبب ان المرأة ماتت؟ قال لي والله علقت به الحرمة، يعني يؤدي الى التحريم، يثبت به الحرمة ومفيش اي مشكلة. ليه؟ قال لي لانه زي ما هي حيه زي ما هي ميته، ايه الفرق يا حبيبي؟ اللبن مش هينشز العظم وينبت اللحم؟ ايوه هيعمل كده، ايه المشكله؟ هو عمل كده في حياتها وهيعمل كده بعد موتها فلا اشكال اهو. قال لي لان اللبن سبب لانبات اللحم وانشاز العظم، وهذا المعنى لو معنى الغذاء لا يزول بالموت، فهو زيه اذا حلب منها حاله ايه؟ حاله حياتها، فلا اشكال في ذلك. طيب مساله جميله جدا بيقول لي دي كلها بقى افتراضات، اللي هو ايه؟ حكم الفقه الافتراضي، لو حصل كده، لو نزل البكر لبن، في الغالب ما بيحصلش طبعا، البنت البكر لا يكون لها لبن، واللبن ده مش هيكون للمرأة إلا أن تتزوج، ويحصل جماع، يحصل به نزول اللبن. فلو نزل للبكر لبن، يعني افتر، فأرضعت به صبيا، إيه اللي يحصل؟ قال لي حرم عليها فقط. يحرم عليها فقط بس، ملناش علاقة بقى ببناتها، ملناش علاقة بإخواتها، لا هي عليها بس خلاص، هي بقت أم من الرضاعة وشكرا على كده، مفيش غيرها. ماشي، لماذا؟ قال لي والله لإطلاق النص، وهو قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سواء كانت بكر نزل لها لبن أو كانت ثيب ولها لبن ما حددش، أطلق النص وأمهاتكم كل الأمهات، أي واحدة أرضعتك أصبحت أمك من الرضاعة، واللبن الذي خرج من البكر هذا هو سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم، فحصل به الايه؟ حصل به الحرمة او حصل به التحريم. طيب لو نزل الرجل لبن، مش مسألة مضحكة ولا حاجة، هي نفترض نزل الرجل لبن من ثديه فأرضع به صبيا، هل ينفع؟ قال طبعا هذا لا يتعلق به الحرمة ولا التحريم ابدا حاجة زي كده. ليه؟ قال لي والله اصل الفكرة كلها ان اللبن اللي هينزل من الراجل هو أصلا مش هيكون لبن رضاع، يعني مش هيكون لبن ينبت لحم وينشز عظم، لأن هذا اللبن الذي فيه معنى الغذاء لا يكون إلا من مين؟ إلا من يتصور منها الحمل، واحدة بتحمل، هو الرجل بيحمل؟ لا طبعا، مين اللي بيحمل؟ الأنثى. فيبقى لا يتصور اللبن اللي فيه معنى الغذاء اللي هو إنبات اللحم وينشز العظم إلا من تحمل، اللي هي المرأة أصلا. مسألة بتتكلم هنا عن موضوع الشك، الشك ده لقاعدة
عظيمة جدا جدا، لازم يكون عندك معلومة بيها. بيقول لك امرأة أدخلت ثديها في فم طفل، ماشي، ولا تعلم أدخل اللبن حلقه، الحلق اللي هو ده الحلق، وده اسمه الجوف، البطن اسمها الجوف وده اسمه الحلق، حلقه أم لا؟ ما تعرفش، لا تعلم، هنا في شك. العمل إيه؟ قال لي قاعدة جامدة جدا، اكتبها معايا، اكتبها معايا وأنت تسمعني كده وبتتفرج عليا، اكتبها معايا يا حبيبي. قول القاعدة بقى، اليقين لا يزول بالشك. يعني لما أجي أبني على إيه؟ أبني على اليقين. أنا متيقن من إيه؟ ابني عليه. تفهمنيش غلط، بس دي كده، هي يتقال كده. أنا متيقن من إيه؟ متيقن من إن الطفل لسه ما رضعش. متيقن إن الطفل اللبن ما نزلش حلقه، يبقى ما حصلش رضاعة. أبني بقى على هذا اليقين، ما حصلش رضاعة. طب الشك بقى، أصل أنا شاكك، ما أعرفش ليه وصل ولا ما وصلش، عدى الحلق ولا ما عداش، إلغي الشك ده خالص. إلغي كل حاجة في الشك. وامسك على اليقين. اليقين إيه؟ إن أنت أصلاً أدخلت الثدي ولسه ما فيش حاجة نزلت أهو. ده اليقين أنا متيقن منه. إن ما فيش حاجة لسه نزلت في حلق الإيه؟ في حلق هذا الطفل الرضيع. يبقى لا رضاع. لا تحريم بالرضاع. لماذا؟ القاعدة بتقول كده. هو بص، هناك شك، والأصل الحل إن هو ما فيش لسه حاجة نزلت، ما فيش لبن نزل، ده الأصل واللي أنا عارفه، واليقين لا يزول بالشك. طيب الاستيعاب أو الإيجار باللبن، دي طرق لوصول اللبن إلى جوف الطفل الرضيع. حاجة اسمها الاستيعاب، وهو أخذ اللبن عن طريق الأنف، يصب اللبن في الأنف. والإيجار يعملوا اللبن مطبوخ، بيقول لك انا عملت الولد رضعه. رضعه بيسموها في اللغه العربيه اسمها ايجار. اسمها ايه؟ ايجار. يعني بيخلوا اللبن اسمه لبن مطبوخ. ايه الحكم؟ هل بيحصل بيه تحريم؟ قال لي ايوه عادي، تتعلق به الحرمه. لماذا؟ قال لي لانه يصل في النهايه الى الايه؟ الى المعده، ويحصل به معنى النشو اللي هو معنى الغذاء، اللي هو انبات اللحم وانجاز العظم. ايه المشكله؟ هي اشكال خالص. متضايق ليه؟ والله مش متضايق ولا حاجه، الدنيا زي الفل. اخر مساله في باب الرضاع، ونخلص من باب الرضاع ده خالص. بيقول لك صبيه ارضعها بعض اهل القريه، ارضعها معظم مرضعات القريه، ولا يدرى من هي، ما نعرفش مين بالظبط اللي ارضعها. فتزوجها رجل من اهل القريه. طيب ما هو الرجل اللي هيتجوزها ده مش ممكن يكون ابوها، ممكن يكون اخوها من الرضاع، مش ممكن يكون خالها من الرضاع، ممكن يكون عمها. حوار ابن لزينة، حوار يخليك تتجنن. امسك القاعده بتاعت الشك، مش انا دخلت في مساله شك، امسك يا باشا في قاعده الشك، اليقين لا يزول بالشك، وخلاص وانا مغمض. يبقى ايه؟ يبقى الجواز فيه مشكله؟ يجوز وزي الفل، وخد 10 على 10، الجواز عادي جدا، لا اشكاله فيه. لماذا؟ اقول له والله لان الاصل عندي اباحه النكاح، الاصل عندي واليقين ان النجاح ده جائز، مفيش اي مشكله فيه. ليه؟ لان هناك شك، فانا ازيل الشك خالص وابني على اليقين انه يجوز هذا النكاح، وان النكاح مباح، وهما الاثنين زي الفل، مفيش اي مشكله منهم خالص. انا الناس دي مفيش اي تحريم بالنسب. دخلت في رضاع وانا عندي في شك، الغي الرضاع خالص. يعني انا دخلت في رضاع اهو وفي شك، الغي الرضاع تماما، انا ببني على اليقين. هل ما بين الراجل ده والمراه دي نسب؟ لا، يبقى يجوز النكاح ما بينهم، مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى تنبيه صاحب الكتاب بينبهنا عليه، بيقول لك ايه؟ ويجب على النساء اللي هم المرضعات الا يرضعن كل صبي من غير ضروره. يعني ما يرضعوش اي صبي من غير ضروره، يعني عشان ترضع ترضع لضروره، ما ترضعش كده وخلاص. بكلمة المرضع يعني ايتها المرضعه، اذا اردت ان ترضعي فلا ترضعي احدا بدون ضروره، يعني لا ترضعي صبيا او صبيه من غير ضروره. فان فعلتي، طب ولو عملتي واشتغلت في المجال بضروره او من غير ضروره، فارجوك ايتها المرضعه احفظي اللي انت بترضعيه. لو ارضعتي صبيه احفظيه، ارضعتي صبيه احفظيها، او تجيبي لك كشكول حلو كده طويل سلك ثمين مش غالي والله، واختلي فيه كل طفل او كل طفله رضعتيها، عشان من باب الاحتياط، عشان ما نوصلش تاني لمسائل الشك ونقعد نقول بقى اليقين لا يزول بالشك ويخش في القلب ريبة، فبلاش. فعايزين نحفظ من هذه الأمور، ونعمل إيه أياتها المرضعة؟ نحفظ اللي من رضعه أو نكتبه. وبهذا يكون قد انتهى باب الرضاع كاملا، وألقاكم على خير في باب الطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.